بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا هدانا إلى دين الإسلام. نحمده على فضله وإحسانه وإنعامه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. ربي اتمم بالخير والسعادة. والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم قول المتن: هو المحدث للعالم هو الله تعالى الواحد القديم هكذا. فإذا للدخول إلى هذا المتن ذكر الشارح توطئة له بقوله: ولما ثبت أن العالم محدث. أثبتنا أن العالم محدث، يعني العالم أعيان وأعراض، والأعيان مركب وغير مركب، والأعراض يعني تحدث للأعيان بعضها حادث بالمشاهدة وبعضها بالدليل. ثم الأجسام الأعيان هي معروضة الحوادث، لذلك كل هذا حادث محدث. أثبتنا ومعلوم أن المحدث لا بد له من محدث، هذا أمر معلوم ضروري بديهي، لا حاجة إلى الاستدلال. والذي سبق أثبتنا بالدليل يعني حدوث العالم. ثم المحدث لا بد له من محدث، لماذا؟ ضرورة امتناع ترجيح أحد طرفي الممكن من غير مرجح. لماذا لا بد للمحدث من محدث؟ لأن المحدث ممكن، المحدث ممكن، كان ممكنا، ثم دخل في حيز الوجود. كيف دخل في حيز الوجود؟ بترجيح مرجح وجوده، ولا وإن لم يكن ذلك، يعني ترجيح مرجح الوجود يبقى معدوما ممكنا. نعم، الأصل العدم بالنسبة إلى الممكنات، الأصل العدم، فإذا يبقى ذلك، فإذا يجب ترجيح هذا الطرف. نعم، هذا الذي قال: معلوم أن المحدث لا بد له من محدث ضرورة امتناع ترجيح أحد طرفي الممكن. ممكن له طرفان، الوجود أو العدم، هذا طرفان كلاهما ممكنان. وجود الممكن ممكن، كذلك عدم الممكن ممكن، مع أن الأصل العدم. فإذا أحد طرفي الممكن ترجيحه ممتنع من غير مرجح، يجب مرجح. من هذا المرجح؟ هو المحدث، هو الفاعل المختار، هو الله سبحانه وتعالى،
الواحد القديم الحي السميع البصير، هكذا. نعم. ثبت أن له محدثا. نعم. لما ثبت أن العالم محدث ثبت أن له محدثا. ثم والمحدث للعالم هو الله تعالى. ثم لما ذكر الشارح هذه التوطية يبينه عصام الدين الإسفرايني رحمه الله تنبيه يعني قوله ولما ثبت أن العالم محدث، هذا القول تنبيه على وجه جعل المحدث للعالم موضوع الحكم. والمحدث للعالم هو الله تعالى، ما هو الموضوع هنا للحكم؟ ما هو المحكوم عليه؟ المحكوم عليه في هذه العبارة المحدث، ثم الله تعالى محكوم به أو محمول أو خبر هكذا. واللحق بكونه محكوما عليه هو الله الموصوف بما ذكر، لكن كان اللحق على اللفظ، يعني يقال الله تعالى المحدث للعالمين، الواحد القديم الحي السميع البصير. هذا كان أولى وأحق. ثم عكس المصنف ومحصوله، يعني محصول حاصل هذا التنبيه أنه علم مما سبق. ماذا سبق؟ من إثبات حدوث العالم، من ذلك علم الذات بعنوان المحدث للعالمين، يعني علم ذات على عنوان المحدث للعالم. مما سبق علم أن هناك محدث للعالم. من هذا المحدث؟ هذا مجهول، والمجهول عينه. أن هناك محدثا هذا معلوم، محدث مطلق. ثم ما هو عين هذا المحدث؟ هذا مجهول. فاللائق أن يحمل على المحدث ما يعينه. نعم. لذلك قال والمحدث للعالم هو الله تعالى. نعم. ثم هو الله تعالى هنا أتى بالضمير الفصل، يذكر عصام الدين يشكل عليه، لم يقل والمحدث له مع أن المقام مقام الضمير. نعم، هذا فائدة أخرى. لم يذكر والمحدث له، بل قال والمحدث للعالمين مع أن المقام مقام الضمير. فإذا أتى بالاسم الظاهر، لماذا؟ لأن الكلام فيما سبق في العالم باعتبار ما ثبت من أجزائه، وهو هنا في العالم مطلقا. فإذا لو أتى بالضمير ممكن يتهم أن هذا العالم أيضا باعتبار ما ثبت من أجزائه، ليس كذلك، بل هنا العالم على الإطلاق. نعم، المحدث للعالم على الإطلاق. نعم. الفرق يعني هناك ذكرنا أجزاء، يعني الأجزاء الموجودة أعيان وأعراض، وهنا لا يعتبر هذه الأجزاء، بل العالم ما سوى الله تعالى وصفاته أيا كان، عرلا أو جوهرا أو يعني جسما أو عينا، أو كما يقول هناك يعني سماوات أفلاك، لهذه الأفلاك نفوس، كذلك عقول أشرى، كل شيء هو داخل في حيز العالم اعتبر هنا. نعم. ثم هو الله تعالى، ثم بعد ذلك يشكل، يعني وها هنا في العالم مطلقا. وذكر صيغة الفاصل بين العالم والمبتدأ، والمحدث للعالم هو الله تعالى. وذكر صيغة الفصل بين العالم والمبتدأ، هنا في كتابي في نسخة كتابي بين العالم والمبتدأ، ضمير الفصل ليس بين العالم والمبتدأ،
بل بين العالم والمبتدئ. الله تعالى هو العالم هو خبرنا بينه وبين المبتدئ يعني بين قوله والمحدث. هذا ضمير الفصل هو لا يتضح وجهه هكذا هو يقول لأنه للفصل بين كون الخبر خبرا وبين كونه نعتا. ضمير الفصل يؤتى به لماذا؟ للفصل بين كون الخبر خبرا وبين كونه نعتا. يعني لو كان بالكلام إيهام الخبر، إيهام يعني هذا الخبر هل هو نعت أو لا، هكذا لو كانت شبهة يأتي بضمير الفصل لدفع هذه الشبهة والتهمة. والعالم لا يصلح لكونه نعتا، هنا الخبر الله تعالى عالم، عالم لا يصلح لكونه نعتا، فإذا لا تأتي هذه الشبهة والتهمة. نعم، فهكذا هو أشكل، لكن وجهه ظاهر. والذي قال من أنه للفصل بين كون الخبر خبرا وبين كونه نعتا هذا مختل واحد، هناك مختليات كثيرة للاتيان بضمير الفصل، هذا الذي ذكره مختل واحد. نعم، أما الحاجة هنا إلى ضمير الفصل الحصر، يعني حصر المحدث على الله تعالى نفيا للشريك وتحقيقا للتوحيد. إذن يكون ولا معناه والمحدث للعالم الله تعالى لا شريك له في أي شيء، في صنعه وخلقه وإحداثه للعالمين لا شريك له. لهذا الحصر أتى به فلا بأس، هذا صار سنيعا حسنا. ثم شارح يفسر يعني كلمة الله أي الذات، الذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء نصلا. إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم، فلم يصلح محدثا للعالم ومبدأ له مع أن العالم اسم لجميع ما يصلح عالما على وجود مبدأ له. والمحدث للعالم هو الله تعالى، ثم يعرف الله تعالى أي الذات، أي الذات والواجب الوجود الذي لم يكن وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا. إذن هناك ذكر أمور، أولا ذكر الذات، هذا عالم، الله تعالى عالم، عالم يعين المسمى، فإذا هنا المسمى ذات. ثم بعده قال وصف هذه الذات بكونه واجب الوجود، ثم الذي لا يكون وجوده من ذاته، ثم ثالثا ولا يحتاج إلى شيء نصلا. هكذا ذكر ثلاثة من الأوصاف، وهذه الأوصاف ليست مأخوذة بالمسمى، هذه الأوصاف ليست مأخوذة بالمسمى. وبعض الشراح حينما يشرحون هكذا يعني مفهوم كلمة الله ومسمى كلمة الله يقول الذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. إذن هذا المستجمع لجميع صفات الكمال أيضا ليس مأخوذا بالمسمى، بل المسمى الذات فقط. مثلا أو نظيره الوالد يسمي ولده فور ولادته أو بعد في اليوم السابع، هكذا الوالد يسمي ولده، فإذا يعتبر هذا الذات فقط في المسمى، يعني مجموع جسد هذا الولد فقط يعتبر. ثم بعد أن كبر مثلا سماه زيدا، هو أيوجا ماذا يتدرب على صنعة مثلا صنعة الخياطة، هو اشتهر بكونه زيد الخياط هكذا، أو يعني يظهر فيه خلق، فإذا الناس يلقبونه اسما لقبا لأجل هذا الخلق، مثلا الجود
صار كثيرا، فإذا زيد الجواد هكذا. عندئذ عندما يعرف بعد أن كبر زيد يعرف بقول بالقول ما هو زيد الخياط الجواد. فإذا كونه خياطا وكونه جوادا لم يؤخذ في المسمى، بل في المسمى أخذ هذا مطلق ذاتي. كذلك هنا علم، علم هكذا، يعني هذا بناء على أن كلمة الله علم للذاتي. وهناك في هذه المسألة خلاف، هل هو اسم جنس؟ لو كان اسم جنس فهو منحصر في فرد واحد فماذا مسماه؟ هكذا خلاف بين العلماء، وهذا أشرحه وأبينه بناء على أنه عالم، هذا هو الراجح. ثم الذات الواجب الوجود، فإذا تعريفا لهذا الذات ذكر واجب الوجود لم يكن مأخوذا بالمسمى عند التسمية. ثم الذي يكون وجوده من ذاته، هذا معنى واجب الوجود، ذكره صفة كاشفة، وإلا هذا معنى واجب الوجود. ثم قال ولا يحتاج إلى شيء نصلا، ولا يحتاج إلى شيء أصلا. ماذا أراد به؟ ولا يحتاج إلى شيء أصلا، أي لا في صفاته ولا في أفعاله. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء أصلا. ما معنى قوله أصلا؟ لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى شيء في صفاته، لا يحتاج، كذلك في أفعاله أيضا لا يحتاج. إذ المحتاج في شيء من ذلك إلى غيره لا يكون واجب الوجود ولا يصلح مبدأ للعالمين. نعم. ثم فإذا لماذا أتى بهذه الصفة؟ أولا ذكر واجب الوجود، معناه هذا يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء آخر. لماذا بهذه الصفة؟ على صورة الكشف، يعني أتى بهذه الصفة الكاشفة لإفادة ليسهل هذا التعليل، يعني إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم. ومعنى جائز الوجود؟ يعني لا يكون وجوده من ذاته على طريق الإيجاب، بل كان وجوده ممكنا. ثم ويحتاج إلى شيء آخر في أفعاله أو صفاته، هكذا لو كان لكان من جملة العالم، يعني الممكن هو العالم، هذا شأن الممكنات، شأن الممكنات وجوده ليس من ذاته بل من غيره. كذلك الممكنات يحتاج في صفاته وأفعاله إلى شيء آخر، فلم يصلح محدثا للعالم ومبدأ له. لو كان جائز الوجود لا يصلح الله تعالى أن يكون محدثا للعالم ومبدأ له، مع أن العالم اسم لجميع ما يصلح علما على وجود مبدأ له. مع أن العالم، العالم ما معناه؟ هو اسم لجميع ما يصلح علما على وجود مبدأ له. علما يعني علامة ودليلا، على أي شيء؟ على وجود مبدأ له. والشيء لا يدل على نفسه فلا يكون مبدأ ومدلولا، إذ لا يكون حينئذ من العالم فيلزم التناقض. هذا معنى قوله مع أن العالم اسم لجميع ما يصلح علما على وجود مبدأ له. ما معنى قول هذا القول؟ أحمد الخيالي رحمه الله بيّن، يعني ما يصلح علامة ودليلا، هذا معنى العلم، علامة ودليلا. على أي شيء علامة ودليلا؟ على وجود مبدأ له، العالم يدل على وجود مبدأ له. والشيء لا يدل على نفسه، فينبغي أن يكون المبدأ خارجا والمحدث خارجا عن العالم، فلا يكون مبدأ ومدلولا. لو كان
من جملة العالم لو كان جائز الوجود وكان من جملة العالم لا يكون مبدأ للعالم ولا يكون مدلولا يدل عليه العالم. إذ لا يكون حينئذ من العالم فيلزم التناقض. لو كان مدلولا ومبدأ لا يكون حينئذ معناه حين كان مدلولا ومبدأ لا يكون من العالم فيلزم التناقض. يعني لو كان جائز الوجود يكون من جملة العالم. ثم ما معنى العالم؟ عالم يدل على مبدأ ومحدث له. الله تعالى لو كان مدلولا ومبدأ ينبغي أن يكون خارج العالم. نعم. ثم وقريب من هذا، يعني أراد الشارع بهذا البيان أنه يلزمه محذوران. يعني لو كان لو لم يكن واجب الوجود بل كان جائز الوجود لزم كونه من جملة العالم. لو كان من جملة العالم يلزمه محذوران، أحدهما أن ما هو من جملته لا يصلح محدثا له. ما هو من جملة العالم لا يصلح محدثا له. لما عرفت من أنه بجميع أجزائه ممكن ومحدث، هكذا أثبتنا سابقا. فلو كان بعض أجزائه محدثا لكان لكله محدثا لكله لزم كونه محدثا لنفسه أيضا. لو كان يعني هذا الله تعالى من جملة العالم، ثم هذا الله هو الذي أحدث جميع العالم، فإذا ينبغي أن يكون الله تعالى محدثا لنفسه أيضا. كما أيضا معناه كما كان محدثا لغيره من العالم. ثم هذا محذور. والثاني أن العالم اسم لجميع ما يصلح أن يجعل علامة على وجود مبدأ له، فيكون بجميعه من نيذ هو، كذلك له مبدأ خارج عنه. العالم اسم لجميع ما يصلح أن يجعل علامة على وجود مبدأ له، فيكون يعني يكون العالم بجميعه بجميع أجزائه من نيذ هو، كذلك له مبدأ خارج عنه. لماذا؟ الشيء لا يدل على نفسه. هكذا محذوران، هذا الذي أراد الشارح بهذا البيان. ثم وقريب من هذا ما يقال إن مبدأ الممكنات بأسرها لا بد أن يكون واجبا. إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن مبدأ لها. وقريب من هذا، فإذا والمحدث للعالم هو الله تعالى. ثم يعني هذا طريق إثبات وجوه الله تعالى، إثبات وجوه الله وجود الله تعالى له طريقان، طريقة الإمكان وطريقة الحدوث. إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده وقدمه وحياته وسمعه وبصره، هكذا لإثبات هذه الأمور طريقتان، طريقة الحدوث وطريقة الإمكان. الذي سبق طريقة الحدوث لكون العالم حادثا محدثا لا بد له من محدث، كذلك يقال إن مبدأ الممكنات بأسرها لا بد أن يكون واجبا. هذا ممكنات كثيرة جدا، لا بد أن يكون مبدأ الممكنات واجبا. ماذا؟ إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات. هذا مبدأ الممكنات لو كان ممكنا ينبغي أن يكون من جملة الممكنات فلم يكن مبدأ لها، يعني المبدأ يكون خارجا عن الممكنات كما ذكرنا في المحدثات.
ينبغي أن يكون مبدأ المحدثات خارج عن المحدثات، كذلك ينبغي أن يكون مبدأ الممكنات خارج عن الممكنات. فإذا هذان قريبان. ذكر الخيال رحمه الله في شرح قوله: وقريب من هذا إلى آخره، الأول طريقة الحدوث والثاني طريقة الإمكان ووجوه القرب ظاهر. لماذا؟ الحادث ممكن والممكن حادث، وهكذا تلازم. لذلك أيا قيل فهما قريبان. ثم يشير الشارع إلى أمر ناني، هذان الدليلان دليلان على طريقة الحدوث أو طريقة الإمكان، يعني كما ذكر أخيرا، ينبغي أن يكون مبدأ الممكنات خارجا عن الممكنات، يعني ينبغي أن يكون واجبا. كذلك في المحدثات ينبغي أن يكون مبدأ المحدثات غير محدث بل قديما. فإذا وهذا إشارة إلى دليل مع بطلان التسلسل، هذا الذي يقصد، يعني هذان الدليلان يحتاجان إلى بطلان التسلسل وعدم النهاية. هذا يقول: وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسل، وليس كذلك، بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل. يعني قوله أخيرا: العالم اسم لجميع ما يصله علما على وجود مبدأ له. كذلك هنا قال: فلم يكن مبدأ لا، يعني لا بد أن يكون واجبا، مبدأ الممكنات بأزرها لا بد أن يكون واجبا. هذان القولان إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل، وهو ما هو، يعني دليل بطلان التسلسل، وهو أنه لو ترتبت سلسلة الممكنات لا إلى نهاية، هذا ممكنات يتسلسل، يعني أحد الممكنات علة لممكن آخر وهو علة لآخر وهو علة لآخر وهو علة لآخر، هكذا يتسلسل. لو فرضنا هكذا التسلسل في الممكنات لا احتاجة إلى علة، لا احتاجة، يعني الممكنات تحتاج إلى علة، وهي أي علة؟ صفته هكذا، يعني يحتاج إلى نية على هذه الصفة، وهي لا يجوز أن تكون نفسها ولا بعضها. يعني ممكنات، جملة الممكنات تحتاج إلى علة، وهذه العلة ليست نفسها ولا بعضها، ليست نفس الممكنات ولا بعض الممكنات. لماذا؟ لاستحالة كون الشيء علة لنفسه، يعني لا يجوز أن تكون نفسها. لماذا؟ لاستحالة كون الشيء علة لنفسه، لا تكون الشيء، لا يكون الشيء علة لنفسه. ثم ولعلله، كذلك استحالة كون الشيء علة لعلله، هذا متى؟ لو كان بعدها، بل خارجا عنها، لو لم تكن نفسها ولا بعدها ينبغي أن تكون خارجا عنها فتكون واجبا. الخارج عن الممكنات واجب ليس ممكنا فتنقطع السلسلة. هذا هو دليل. كذلك هناك أيضا يقال، يعني في المحدثات لاستحالة كون الشيء علة لنفسه، يشرحه عصام الدين: هذا يبطل كون العلة نفسها وهو ظاهر، الشيء لا يكون علة لوجود نفسه، هذا ظاهر ليس في خفاء، وكونها بعضها أيضا كذلك يبطل كونها بعضها أيضا. لماذا؟ لأنه إذا كان علة للسلسلة كان علة لكل بعض منها، لأن علة الجميع
ليست إلا علة الأجزاء ومنها نفسه. هذا يبطل كون العلة نفسها وهو ظاهر، وكونها بعلها أيضا، يعني يبطل كون العلة بعل الممكنات. لماذا؟ لأنه إذا كان علة للسلسلة، يعني فرضا إذا كان علة للسلسلة، كان علة لكل بعل منها، هكذا يعني نفر الممكنات، بعلها علة لبعل، بعلها علة لبعل، بعل آخر علة لبعل، هكذا سلسلة. إذن كان البعل علة لكل بعل منا، لأن علة الجميع ليست إلا علة الأجزاء. ومنها نفسه، ومنها يعني من الأجزاء نفسه. نعم. فإذن هذا أولا قال الاستحالة كون شيء علة لنفسه، فيه إبطال كون العلة نفسها أو بعضها. نعم. ثم بعده وكذا قوله لعلله، هذا أيضا يبطلهما، لأنه إذا كان البعض علة لكل بعض كان علة لعلله، وإذا كانت النفس علة كانت علة لكل بعض منها، لأن علة الجميع علة لكل بعض، فتكون السلسلة علة لنفسها ولعللها التي هي أجزاؤها. نعم. فإذن هذان يرجعان إلى ما يعني إلى أمرين منفيين، لا يجوز أن تكون نفسها ولا بعلها. لماذا؟ لاستحالة كون شيء علة لنفسه، هذا يرجع إليهما. كذلك قوله ولعلله، هذا أيضا يرجع إليهما. نعم. ثم بعده يعني مشهور أدلة بطلان التسلسل، وهو يعني برهان التطبيق. ومن مشهور الأدلة برهان التطبيق، وهو أن تفرل من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة.